الله أكبر، انظروا يا عرب، انظروا يا عرب، انظروا يا عرب. العشارة بريف دير الزور تستهدف من قبل طيران الاحتلال الأسدي الميك. الله أكبر، هنا في هذا المكان كان تقيم بعض العائلات النازحة من مدينة دير الزور ويستهدفونها بشكل عشوائي وهمجي. لا يوجد جيش حر، هذا المكان لا يوجد به أي جيش حر، فقط يوجد بعض العائلات النازحة في هذا المكان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ الله أكبر. العشارة بتاريخ 5/11/2012، العوائل النازحة، هذا المكان كان فيه يسكن العوائل النازحة. هذا ما ورده دمار طائرات الميج، طائرات الأسد. ومن المؤسف أن نقول أنه أسد بل كلب وليس أسد، لأن الذي يفعل ما فعله ليس أسد ولا أصلا حتى الحيوان أقل منه شان. هذا يا سادة انظروا، هذا وهذه كانت تلعب بها الأطفال، حيث أنهم أكثر من 10 أطفال بين جريح وقتيل. الله أكبر، أكثر من 10 أطفال. الله أكبر. انظروا، هاي السيارة لأحد اللاجئين، لأحد اللاجئين يطعم بها 10 أطفال وراها. الله أكبر، شو ذنبها؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا سكن للاجئين. هنا يقوم بعض العائلات النازحة من مدينة دير الزور ومن البوكمال في هذا المكان. الله أكبر. العشارة بتاريخ 5/11/2012. الله أكبر، الله أكبر.